مؤخرا في كاحل القدم. نتمنى طبعا الشفاء العاجل لكل مصابي النادي الاهلي والكابتن ياسر ابراهيم. والحقيقه احنا عندنا امبارح خدوا بال حضراتكم تقريبا يعني من غير ما نعد في فرقه كامله كانت غايبه عن ماتش امبارح. يعني دفاعا وهجوما، ان بالرغم من الغيابات الكتيره دي الا انه شفنا الفريق باداء كويس جدا. وعجبني قوي رد فايلر في المؤتمر الصحفي، خليها كويس بس بلاش جدا دي، يعني جدا يعني نسبه، لان احنا بقالنا فتره بعيد، ده اول مباراه رسميه بعد فتره كبيره قوي. الاهلي معاكي مستني اكتر طبعا. احنا متفقين، سكور كويس، بدايه كويسه جدا، ايجابيه جدا، في كتير من المكاسب اتحققت في ماتش امبارح، لكن لازم نقف على الحاجات اللي محتاجة تتطور في الفترة اللي جاية، لأنه احنا عندنا مشوار صعب، يعني مشوار بطولة أفريقيا، وده الهدف الرئيسي للنادي الأهلي. بس أنا ما حسيتش إن احنا بقالنا فترة بعيد عن الملعب، ده اللي خلاني أقول إنه الأداء مرضي بشكل كبير. بس طبعا ده جمهور الأهلي مستني أحسن. هقول لك حاجة سارة، امبارح الأجوان اللي جت، جونين اللي جم فيهم نسبة توفيق كبيرة جدا. أولا في غلطة دفاعية أدت لأنه هما جونين من خطأين، هاني يجيب الجون الأول لانه باك الامبي كان مغطي التسلل، والجون الثاني بتاع معلول، وده تخصص ماركه مسجله لعلي معلول، يعني علي اعتقد جاب جونين قبل كده بنفس الطريقه دي، الفاول اللي بيتلعب بشكل عرضيه هي كره صعبه جدا على اي حارس مرمى ودخلت، ودي كان فيها توفيق كبير جدا. هنا السؤال، وده اللي هتكلم مع حضراتكم فيه بالتفصيل، على فكره خط هجوم الاهلي، على الفرص اللي قدر يخلقها النادي الاهلي في مباراه امس، على راس الحربة اللي بقى علامة استفهام كبيرة جدا ويكاد يكون صداع مزمن في راس إدارة النادي الأهلي والمدير الفني للنادي الأهلي، وبالتأكيد كمان جمهور النادي الأهلي. خلينا نطمن بس الأول، هنتكلم مع حضراتكم نطمن على تمرين